انا احلى مليون مره من اي واحده هو بيبص لها او بيعاكسها او بيخن معاها او بيكلمها على الموبايل او بيعمل معاها علاقه، بس تعبت مفيش فايده. انا بحبه، اعمل ايه عشان ما اخسرش بيتي؟ هو ده بقى موضوع حلقتنا، يلا بينا. اهلا باجمل ناس في الدنيا واجمل عيله، كل سنه وانتم طيبين. العيد خلاص قرب ان شاء الله، سنه سعيده كده ويوم جميل علينا كلنا. موضوع مهم قوي، وبرضه بقول من الاسئله اللي جاتني في الفتره الاخيره على الفيسبوك والانستجرام وكمان التعليقات، عشان تعرفوا حتى لو ما بردش بس بيوصلني انتوا عايزينه، وبنعمل حلقه كامله عنها. ارحب بيكم، الجديد عرفنا بنفسه نرحب بيه، ما اشتركش اشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض كالعاده. واي حاجه في الدنيا بتحصل ليها سبب، واحنا عايزين نعرف سبب الشيء المزعج ده. لو انا مرتبطه، زوجي، خطيبي، حبيبي، انما باصص بره دايما، ومش بس باصص بره، بيعمل علاقات سواء على الموبايل، سواء بيقابل، سواء مقابلات، سواء ايه السبب وايه الحل. تعالوا بينا نبتدي، بس تكوني صادقة مع نفسك. اول حاجة الاهمال في نفسك. انت حلوة وهو قالك ان انت حلوة وكله بيقولك انك حلوة والرجالة بتبصلك بره انك حلوة، فخلاص انت حلوة بقى، وقفي على كده. ده انت مش هتطوري في نفسك، مش هتعملي حاجة في نفسك، انت معتمدة ان انت حلوة وخلاص، فأهملتي في نفسك، ولا سيما النظافة الشخصية. اكتر حاجة تقفل الراجل من الست، اقسم بالله، لو هي ملكة جمال في الظاهر. فدي نقطة نكون معترفين كده ونخلي بالنا منها، وكل انثى تكون صادقة معانا وتكتب لنا في التعليقات بتعمل كام خطأ من الست اخطاء اللي معانا في حلقة النهاردة، من غير ما توضح، يعني تقول بعمل 2 3 6 5، ما بعملش خالص، لأن أنا بقرا كل تعليقاتكم وهي إحصائية في نفس الوقت. تاني حاجة التكرار. أنت شخصية بقى ما بتجدديش من نفسك إطلاقا، اللي بتباتي فيه بتصبحي فيه نفس القصة، نفس الطريقة، نفس حتى العلاقة الحميمية ما فيش فيها تغيير، ما فيش فيها كل ده. وأنا قلت قبل كده الذات البشرية طبعها الملل، وكان الإنسان ملولا. للإنسان دايما بيمل، دايما بيزهق، دايما التكرار والحاجة اللي يتعود عليها يتبطر عليها، ما تعجبوش. حتى لو أحلى حاجة، هات له واحد كباب وكفتة وافضل شهر أكله، هيزهق ولا لأ؟ بالله عليكم لا تردوا عليها في التعليقات وتكتبولي. أنا بوصل لكم بمثال بسيط أوي، يعني أنا عايز أجيب أكلة كده وحاجة ما حدش بيكرهها ويحط له في الصبح والظهر والمغرب. الصبح هيجي فترة ويقول لك عايزين نحدد، عايزين نغير، فاهمين؟ فهو كده التكرار مطلوب، حتى لو الحاجة التجدد مطلوب، حتى لو الحاجة حلوة. تالت حاجة بقى وخلي بالك منها، مش عايزة تزعليه أو بتحبيه أو خايفة يزعل منك، لازم يكون عند الأنثى شوية شيء من التمنع. في بعض الإناث ما عندهاش حتة شوق، لازم يكون في شوق ولا تدوق في بعض الأحيان. لازم أنصح كل إخواتنا المتزوجين واللي داخلين على زواج بالنقطة دي. أنا عارف الرجل، أولا أنا رجل وبخلاف الدراسة، فأنا عارف الرجل. الرجل عايز حتى مع مراته، خلي بالكم، كأن فريسة. هو خلي بالكم استمتاع الرجل الأكثر يعني استمتاع أو الأكثر نشوة في مرحلة التمنع دي، في مرحلة عدم الموافقة دي. استمتاع الصياد مش وهو بعد ما اصطاد الفريسة، وهو بيحاول إن هو يصطاد الفريسة دي. طبيعة الرجل، هنختلف، هنتفق، هنتكلم، هو كده. عايزة تفهميه وعايزة إن أنت تمشي صح، اعرفي ده، دي حاجة لمصلحتك وبتفيدك. فلازم في بعض الأحيان تبقي سهلة وموافقة، وفي بعض الأحيان تتمنعي وتطلعي عين أهله. لازمة قوي، نصيحة جوهرية، زي إخواتنا العقارب كده، ولا كل قاعدة استثناءات أنثى برج العقرب تلاقي فيها النقطة دي، دائما تتلذذ بسياسة شوق ولا تدوق. مهمة قوي وطاردة للروتين وقاتلة للروتين، وبتشعر حماسة الرجل وتستفزه داخليا، وهو ده المطلوب كالعادة. واحنا بنكمل لازم ندوس لايك للحلقة دي،
رجاء عشان ده هتجاوب عدد كبير قوي من اصدقائنا اللي بيلجونا لايك وشير على قد ما نقدر، هناخد الثواب وهنوعي اصدقائنا ونستفاد بدعوة، ده دورنا يا جماعة. رابع سبب، مفيش موقف قوي لما تحس ان هو بيلعب بديله وبتحبيه مش عايزة تزعليه. فموقف بيبص لواحدة، سمعتي بيكلم واحدة صديقة ما تعرفهاش، لقيتيها بتكلمه فعديتي طنشتي يتمادى، عارف اخرك، بلاش خدي موقف. طب ما موقف وانا هرجع وماله، ايه المشكلة؟ تجاهلي، كشريله، اضربي له الوش، سيبي له البيت وامشي لو في امكانية لكده يعني، ما على قد بقى حجم الموقف. يتحايل مرة واتنين وتلاتة ويعتذر، ترجعي، يعرف ان رد فعلك رادع قوي، لازم يكون فيكي النقطة دي. خامس حاجة، تدخيل طرف تالت بعباطة منك، بهبل منك. صاحبتي الانتيك، حبيبتي، اقسم بالله عشرة عمر، اختي، شوفوا، بنت خالي، بنت خالتي، بنت عمتي، يا روحي ده انت تدخلي الشقة وانا مش موجودة، تعالى يا حبيبي اعرفك عليهم. ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ هو انت مين قالك ان اللي معاكي ملاك؟ ولا مين قالك اللي معاكي سيدنا عمر ولا نبي من الانبياء؟ انت معاكي بشر بيضعف وبيغلط وعينه بتزوق وي وي وي. اوعي اوعي تقعي في الفخ ده، المعاملة بحدود وبحساب، مفيش اسمه معاه رقم اختي ويتكلموا ويرن عليها وترن عليه وتشكيله ويحكي لها وهو الصدر الحنين. اوعي اوعي. سادس حاجة معانا، المدح في إحدى قريباتك أو صحباتك قدامه، ده الفلانة الفلانية صاحبتي، بنت كده، بنت مش يبدأ هو عايز يتعرف على صاحبتك، حبها من كلامك عنها. خلي بالكم مشكلتنا إن إحنا بنستهون بالحاجات دي، نقول لك هي دي اللي ممكن تخليه يعمل كده، آه والله هي دي اللي ممكن تخليه يعمل كده وأكتر من كده. لازم تخلي بالك انت كأنثى، ما تبقيش هبلة بقى وتقعدي ده ملهاش حل، ده رقة، ده جمال، ده عود، ده جسم، ده بلاش بلاش، هتكرهي فيك، هتكرهي فيك، اوعي. السبب السابع معانا، هزود سبب، عدم الثقة في النفس. لازم زوجك يحس ان انت واثقة جدا في نفسك وامكانياتك وامكانياتك وانوثتك، عشان نوضحها اكتر، مش تحسسين ان انت يعني داخله تجربه معاه عجبتك انت، انا كده عجبك، لا لا، انت واثقه في نفسك وعارفه ان في الف يتمناكي كده، لازم يوصل له الاحساس ده منك عشان يقتنع بيه، والا عمره ما يقتنع بيك لو انت مش مقتنعه بنفسك اطلاقا. الف ب ألف بيه قاعدة معروفة، ادخل علم النفس واقرا، ده معمول فيها مجلدات. استحالة حد يقتنع بيك وانت مش مقتنع بنفسك، استحالة فاقد الشيء يعطيه، استحالة الناس تثق فيك وانت مش واثق في نفسك، هي كده. السبعة دول هما الأسباب، نعمل العكس يبقى الحل. مش عايز أطول، مهملة اهتمي، روتينية جددي على قد ما تقدري بقد إمكانياتك، مفيش تمنع يبقى في تمنع شويه، مفيش موقف لازم موقف، اوعي تدخلي طرف ثالث، قللي المدح، خلي عندك ثقه في نفسك حتى لو من جواكي ما عندكيش، بس وصلي له ان انت واثقه جدا في نفسك، هتكتسبيها مع الوقت. كل انثى بقى تكون صادقه، لان انا هنزل دلوقتي اقرا كل التعليقات وتقول لي بتعمل كام غلط من السبعه دول، وتكون صريحه كده ونشوف الفضايح وكم كم الإناث بتقع في الأخطاء دي، وإن شاء الله ياخدوا بالهم بعد كده وإحنا إخوات، وهنستمر في تقديم النصائح لأجل الوصول للاستقرار ونعيش حياة هنيئة، وكل ما نفهم طباع بعض ونعرف أخطائنا إيه نقدر إن إحنا نعيش صح، ونقدر إن إحنا نعيش افضل. اكتبوا لي ارائكم، واللي بيسال ازاي يتواصل معايا، وعندنا لايف الليل على الانستجرام يا جماعه، لايف الليل على الانستجرام الساعه 12 بتوقيت مصر، هسيبه لكم في وصف الفيديو اول تعليق، ولو انت على الفيسبوك هسيبه لك في التعليقات.